أشكر فريق عملي، يعني فريق العمل دائما يعني يثابر ودائما يعمل لكي نقيم الندوات، نقيم ندوات وأنشطة للسادة المتسابقين وغيرهم ومن المنتقلات أيضا. فاسمعني الأستاذة الدكتورة أماني، أنت كما أرحب فيك برضو يعني تحية للأستاذة فاتية شكري، الأستاذ بخيت عزوز يعني شكرا جزيلا لكم. وانا لا يعني حقيقي انا سعيده جدا جدا دايما بندوات تخص مفكرين مصر وطباء مصر، يعني بس انا يعني انا فهمت جدا والله سنوات فقدها وفهمت فعلا موضوع الفصحى، يعني ده فيها ثقه طب هل لو هي مثلا قمنا بها لدراما او دراما ما بتتحول هو اللي بيحول يعني انا مثلا المشاهد الرومانسيه التي في المشاهد الرومانسيه يعني ممكن بيتكلموا اللي في لقطات الحبيبين او فكانت بالنسبه لي يعني الأستاذ محمد الشافعي الكاتب والصحفي والمؤرخ، وهو رئيس تحرير الهلال سابقا الناطق الذي هو محلل سياسي صدر له أكثر من 40 كتاب، عضو مجلس إدارة مؤسسة سينيورز. أنا عايزة أعرف بقى مؤسستي إيه الموضوع بالظبط وآخر إصداراته هو القريب إلى أكتوبر، صدر في أكتوبر 2024. المكتب الكلام ده ولخصت لي الدكتورة أماني عشان لو أي خطأ يعني أنا بالعكس تبغى أنا وعضو النقابة الصحفيين ورئيس إدارة مؤسسة ودار نشر سينيورز، يعني فشرفنا بالدراسة والنقد. شكرا لزياد الكرة مسافرة حضراتكم جميعا، والدكتور الشريف لم يبقي لنا شيئا، دي مسألة صعبة. والحقيقة أنا سعيد جدا من الوجود مع صديق عزيز الأستاذ صبري الدكتوري، الحقيقة إنه صبري ثاني يعني حتى نموذج وطرح وخروف، وسعيد بوجود حضراتكم النيرة جميعا يعني. لكن يعني سامح الله والنقد لم يكن لنا صديقا، ودي مسألة تصنع ممكن لا ميرفت البربري بين كانت قاعدة شوية لا هو الحقيقة المهندس صابر أراد أن يؤرخ لجيله، دي مسألة مهمة جدا، وهو جيل مواليد منتصف الستينات أو أواخر الستينات، وهو يعني جيل حقيقة محظوظ ومهموم وعنده مشاكل كثيره جدا، وربما انا والدكتور امير والمهندس وائل نلحق بمؤخره هذا الجيل، لان احنا من مواليد بدايه الستينيات، لكن المهندس صابر مواليد 65 70 فهو ده. وانا حتى اتناقشت مع المهندس صابر وقلت له انه الروايه اقرب الى ليالي حلميه العبقري العظيم حسين عمر ابو باشا، وهذا التاريخ الحقيقه هو قرر ان ينطلق من حرب الخليج الثاني، ورغم ان هذا الجيل كان ممكن الانطلاق من اكثر من منطقه في هذا الجيل، منطقه مفصليه الحقيقه، لكن ما حدش في النقاد يقدر يقول الكاتب اكتب كاتب، يعني علينا ان ننقل ما هو موجود، يعني هو كان لا ممكن ان يتكئ على احداث 77 مثلا، تصور الفوز ضد رئيس السادات، ممكن ان يتكئ على احداث كامبليه وفريق السادات سنه 79، يعني ممكن ان يتكئ على قياده رئيس السادات سنه 81، يعني في الجيل ده شهد اشياء كثيره جدا جدا،
كده انا ممكن ان تصلح نقطه انطلاق لهذه الروايه. والمهندس صبري كمان اختار فكره المشهديه او السيناريو، هو بيكتب بطريقه اخواننا كتاب السينما، فمن اول روايه لاخر روايه هو يعني واخد خط فكره السيناريو، عشان كده الدكتور شريف قال انه تحويل هذه الروايه الى عمل درامي اعتقد انه هيبقى من السهوله بالمجال، خاصه انه كمان استخدم لغه سهله وبسيطه ومعبره وما فيش فيها يعني كلكعه الكتاب الاكاديمي، مع احترامنا طبعا للدكتور شريف الدكتور عليه، ولكن ما فيش فيها كمان التبسيط المخل في اللغه، هي لغه بسيطه سهله، احنا في الصحافه بنستخدم مثل هذه اللغه، وهي لغه حقيقه مهمه جدا في التواصل مع القارئ، ما فيش قارئ يجد صعوبه في التواصل مع هذه اللغه او نوعين من اللغه. الحقيقه انا عايز اقف عند الغلاف، غلاف ملغز ومحير. هو سنوات خادعه وفي بعض الارقام الاقتصاديه في هذا هذه الارقام هذه الغلاف 7000 سنه ده الرقم اللي احنا واخدينه عن تاريخ الحضاره المصريه. هل كل سنوات الحضاره المصريه كانت سنوات خادعه؟ ثوره يوليو 52 هل ثوره يوليو كانت سنوات خادعه؟ 2011 هل 2011 هي السنوات الخادعه؟ الساعه التي ترمز الى الزمن، هل كل سنوات الزمن هي سنوات خادعه؟ الحقيقه هذا الالغاز وهذه الحيره في قراءه الغلاف اعتقد انه تخلي القارئ يعني يبقى عنده نوع من التشوق، انه كمان هذا الشكل الشبحي على الغلاف يعني لابد ان القارئ وهو بيبص على الغلاف يقول والله انه شبح ابدو في جوه الروايه. فهذا الغلاف الحيه والمحير اعتقد انه ربما يبقى عنصر إيجابي عند البعض، ربما يكون عنصر غير هذا عند البعض الآخر، إنه يعني يبقى عايز يفكك هذه الألغاز بقراءة الرواية. الرواية بترتكز كمان على مجموعة من الشخصيات المهمة، يعني عندنا شخصية هاشم وشخصية سمير وحبيبة لدى هاشم سرية وحبيبة لدى سمير نانسي. والحقيقة حياة الجامعة في فترة اللي احنا عشناها في الجامعه نهايه السبعينات قرار الثمانينات، الحقيقه كانت الحياه في الجامعه كده، يعني قدر المهندس صبري انه ينقل صوره صادقه الحقيقه في ربما عشان انا خريج زراعه ما كانش عندنا حب منتشر في الشارع يعني فانا زعلت ان ما رحتش اداب او تجاره، الحقيقه كانت مساله سهله وطريفه. و خلونا نركز بس على محمد بس انا اللي جاي هو صعب شويه. كمان الخطوط الروايه الحقيقه في اكثر من خط مهم. احنا طبعا بدانا بالحرب الغزو الكويت العراق الكويت وبعدين زلزال 72 وبعدين 92 وبعدين الاحداث صعب الحقيقه ضرب موجين 2001، يعني ان هو عنده احداث تاريخيه حقيقيه بيرتكب عليها وبيقف عليها بشكل جيد. انا شايف انه عنده شخصيتين البناء الدرامي والنفسي هما افضل شخصيتين في الروايه من حيث البناء الدرامي والنفسي. شخصيه سمير وشخصيه نانسي. بقيه الشخصيات عندها مشاكل حقيقه، يعني مشاكل اعتقد انها محتاجه اعاده نظر. شخصيه هاشم هو شخصيه رئيسيه وممكن يكون عمود خيمه في هذه الروايه. نفاجئ في نهايه الروايه بانه ينقلب الى شخص اخواني. هذا الشخص الشهواني شديد الشهوانيه عندما ينقلب الى اخواني لابد ان يكون فيه مقدمات لهذا واعتقد ان المقدمات كانت مفيده للمهندس صبري كمان. انه عدم قدرته على الانجاب ويأسه من هذا الانجاب كان ممكن يرميه في حضن المسجد مثلا مش في حضن الست السوريه الارمله، فيروح المسجد فيقابل حد من الاخوان فيجننه، يعني يبقى دي يعني يبقى لها مبرر درامي، لكن فكره ان انا افاجئ بان هذا الشخص شديد الشهوانيه اصبح شديد الاخوانيه في 2011 مساله محتاجه انه احنا يعني نتوقف عندها. فكره التيار الديني الحقيقه
عبد الصابر كمان قدر يعبر بشكل جيد جدا عن هذا التيار الديني من خلال شخصيتين، اعتقد واحد فيهم محمد حسان مثلا لو محمد عفان يعني والثاني الشيخ بتاع الناس من اسد بن فرات اعتقد لا اسمه الحقيقه لما اتكلم عن الشخصيه الحقيقيه يعني هو واخد شخصيتين و قدر يستلهم هذه الشخصيات ويسقط عليها بشكل جيد جدا. لكن احيانا لما جه يهاجم التيار الاسلامي السياسي مش الاسلام الحقيقه يعني صب جام غضبه على الشيخ شعراوي، والشيخ الشعراوي احد الرموز المعتدله في التيار الاسلامي. يعني هو راح عمل يعني كده نوع من السد او نوع من التوفيق لخلافات الشعراوي مع يوسف ادريس، خلافات الشعراوي مع توفيق حكيم، خلافات الشعراوي مع زكي نجيب محمود. دي مساله غريبه، يعني كان في رموز في التيار الاسلامي السياسي تستحق ان يعني تضرب بها المثل في التشدد وفي تقديم رؤيه ظلاميه، رؤيه يعني ضيقه الافق الحقيقه، لانه اخواننا السلفيين عندهم كارثه في التعامل مع الدين، يعني هو يقدس اقوال لبعض الاشخاص، يعني يقدس حتى شخص على بعضه، يعني على راي المبنى القيم كل يؤخذ من رايه ويرد الى صاحب هذا المقام، مش عندنا قداسه في الدين بتاعنا، ما عندناش قداسه لاي حد. كمان عمل مقارنه غريبه بين الشعراوي ومصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود ما يؤخذ عليه اكثر مليون مره ما يؤخذ على الشيخ شعراوي. الشيخ دكتور مصطفى محمود راجل متقلب الفكر وانتقل من ناحيه الى ناحيه الى ناحيه الى ناحيه، وحتى فكره برنامج العلم والايمان كان نوع من الاستغلال لمقوله السادات العلم والايمان، وكان بتمويل سعودي. مساله يعني الامور هنا الشعراوي ومصطفى محمود مش وجهين للمقارنه مع بعض. فكره كمان التوسع في قصص الحب المسيحيه الاسلاميه دي مساله يعني انا بتحصل طبعا بتحصل، وانا عندنا صديقنا العزيز الكاتب الكبير مجد دهاب وزوجه زينة مسيحيه وبقالهم تقريبا 50 سنه متجوزين، مساله عاديه. لكن التوسع في الروايه انه سمير يحب نانسي، وبعدين استاذه او معلمه او غيره يحب ام نانسي، وبعدين عماد يحب بنت مسلمه، يعني مساله يعني التوسع في هذا الاطار مساله يعني مؤخذ يعني يؤخذ عليه. حاجه كمان انه فكره الدروشه المسببه، انه الدرويش الاكبر اللي هو بيعرف تقريبا الغيب، يعني هو راجل يعني الناس كلها عبد الله، لم يتدروش الا بعد ان فقد اسرته في حادث مأساوي، وانه اخوه محمد السعيد الراجل الدرويش الاصغر اللي هو برضه شخصيه بالمناسبه الشخصيات دي مرسومه حلوه قوي في الروايه، مكتوبه حلوه قوي، لم يتدوش الا بعد ان لم يتزوج من ام نانسي وتجوزت قريبها المسيح. فكره الدروشه المسببه دي وفكره التوسع كمان في انه هؤلاء الدراويش يعلمون ما يخفى علينا ويتنبؤون بال يعني المساله دي برضه فيها توسع الحقيقه في هذا الاطار. وزي ما قال الدكتور شريف انه كمان استاذ تاييد لما يتدوش فتبقى عمرك كنت لسه بنتقد الجميع من الانتباه. فدي مساله الحقيقه برضه مساله مهمه. كمان فكره الرمز دي حلو قوي، رمز القضيه الفلسطينيه من خلال شهيره الحسيني ده جميل حقيقه. لكن لما هنقرا بعدين يعني انا زي قلت للدكتور المهندس صابر لما جيت في التليفون انه من اول ما سمير شاف شهير عارف انه هيتجوزها، وانا ما اعرفش هل ده يعني فراسه مني ولا هل ده فراسه مني ولا انه يعني دي حاجه قديمه، يعني واضح ان احنا الجيل بتاعنا واضح انه يعني فمش مفاجاه. لا انا توقعت من اول ما قريت من اول ما شافها مع جوزها اول ما اقول عرفت انها جوزها. فدي مساله برضو يعني لا يحسب على الكاتب مش بالظبط، انه القارئ مهما كان حتى قارئ محترف انه يكتشف هذه المستقبل الروايه فبتقلل كتير من حاله التشويق والسسبنس عند القارئ نفسه. الحقيقه الامور كتيره جدا، لكن انا عايز اتكلم في امور دكتور شريف خدت مني مرتين.
لانه الروايه بقدر ما هي بتقدم رؤيه مستنيره الحقيقه لفكره التاريخ والاتكاء على احداث تاريخيه حقيقيه واحداث احنا عايشينها. الحقيقه الاحداث لسه طازه في ايدينا نحن ودام لسه الاحداث تنبض بين ايدينا فهي احنا كلنا عارفينها يعني مفيش حد تقريبا في بعض الشباب الصغير اصغر مننا لكن كل اللي جيلنا يعني او اللي بعدنا ب 10 سنين كمان مواليد نص السبعينات اكيد يدرك حرب العراق. المشكله عند المهندس صابر بقى ودي مساله لانه الحقيقه صابر يتسم ببراءه الكتاب الرياض واعتقد انه مش منغمس بالسياسه بقدر كبير. المشكله عنده انه في حاله من حالات السياسه مش الروايه. يعني احنا لما نشوف احداث الروايه لما نتكلم مثلا هتلاقيه واخد موقف من صدام حسين وبصالح الكويت. والقضيه صدام حسين غلطان طبعا في غزو الكويت بالتاكيد طبعا. لكن القضيه ان الكويت مش ابريات. يعني انا ليا اول كتاب من كتب اسمه الفخ الامريكي عن الحرب اللي خرجت اول كتاب عملته سنه 92. ف الكويت مش ابريات، الكويت كانوا بيستخدموا بترول العراق جزء كتير في بير بترول مشترك فكانوا بيستخدموا فقال لهم هاتوا وانا حتى قلت بعد كده هم دفعوا الامريكان عن يد المهم صغرون التعبير القراني العبقري ده ان هم اللي ده كانت صدام نصه او ربعه او خمسه او عشره دفعوا اكثر من عشرات اضعاف للامريكان عشان يخلصوهم من الازمه بتاعت صدام. الحاجه الثانيه انه لما جه المهندس صابر يشير الى ما حدث في 62 محاولة عبد الكريم قاسم غزو الكويت زي ما هو. الحقيقة كتب جملة يعني أنا شخصيا وجعتني بشكل لولا دور السعودية أو السعودية مين؟ السعودية طول عمرها ما كانتش لها أي دور إطلاقا في وفاق عربي عربي. السعودية من يوم ما خلقت مخلوقة عشان تفرضك العرب عرب. دي مسألة قولا واحدا. قولا واحدا يعني لولا دور مصر ولولا دور جمال عبد الناصر ما كانش في ما كانش عبد الكريم قاسم يعني منع عن دخول الكويت الاحداث اللي في ده الدور الاوروبي لانه ده في الجزء ده مهم للاستاذ صابر الحقيقه مهم جدا طبعا. اقول ده عبد بتاع الكوره برضه في الدفاع عن كامب ديفيد مثلا الاستاذ صابر جاي شخصيه فلسطينيه صابر حسيني وعائله حسيني طبعا في العائلات العظيمه في فلسطين طبعا طبعا كامب ديفيد يعني انا لاول مره يعني الحقيقه اشوف مثقف ثقافه محترمه زي الاستاذ صابر جنزوري يدافع عن كامب ديفيد لانه واضح انه لم يقرا كبديه يقرا الفقيه نفسها ودي مساله انه طبعا معروف ان مصر عرض عليها خمس مبادرات كامله في من اغسطس 67 لاغسطس 70 في خمس مبادرات على مصر اللي هو الصهاينه انسحبوا بالكامل من سيناء مقابل صفحة منفتحه مقابل ان السفن تعدي من قناه السويس لكن احنا مصر رفضت وقالت لا احنا عايزين صلح عربي كامل لكن انه الدفاع عن كامب ديفيد ووضعها في مقارنه ان هي حاجه عظيمه جدا بمقابل اوسلو ده اوسلو نتيجه الابنه الصغيره كامب ديفيد مساله طبيعيه جدا ان حتى الاستاذ صابر قال جمله هنا مهمه جدا صبح حسيني بيقول لهاشم هل تظن لو بدات اسرائيل الحرب سوف تقف مصر عاجزه وجيشها مكتوف الايد يشاهدون ويوسعون لها طريق ما دل عن كامب ديفيد خرجت مصر من المعادله العربيه انه حصل غزو لبنان 82 حصل ضرب المفاعل النووي 81 حصل الغارة على لبنان ضرب غزه اللي كل ده حصل مليون مره ما انا قال له كامب ديفيد معاهده تلغي ما قبلها من معاهدات يعني معاهده الدفاع العربي المشترك اللي اتحرك من خلالها مصر في 62 عشان تنقذ الكويت من العراق وقتها ولما اتحركت مصر عشان تنقذ الجزائر من المغرب سنه 63 ببطء من منطلق اتفاقيه الدفاع العربي المشترك ما خلاص ما بقتش موجود مصر
مصر تقف مكتوب الاي، لان المغرسه بقى مصر تحارب عن مصر، مصر تحارب عن ارض مصر، لكن في النهايه كانت مصر تاخد مواقف مع الدول العربيه. لما جينا عند 2011 طبعا هو المهندس صابر عمل ده كله تمهيد، لانه الروايه دي اتوقع ان تكون لها اجزاء اخرى، اتوقع ان تكون لها اجزاء اخرى، لانه هذه الوقفه هو عامل كل التمهيد ده من اول غزو العراق للكويت حتى يصل 2011 عشان يركز على 2011. فهو تركيزه على 2011 هو عنده طب يدافع عن رئيس البلد ويستحق انه يدافع عنه. عنده موقف من الجماعه والرجال التغيير، عنده موقف من كفايه، عنده موقف، لكن في النهايه كان هناك مبررات حقيقيه لخروج الشباب في 25 يناير. انا صاحب مقوله انه اللي خطط غير اللي نفذ غير اللي حكم. عشان كده كان لابد من وجود موجه تصحيحيه عشان تصحح المساله، عكس ثوره 52 اللي خطط هو اللي نفذ هو اللي حكم. فعشان كده المساله صارت في مسارها الطبيعي. فهنا القضيه انه لما تبقى متعاطف ولكن ما تبقاش ضد، لان هناك مبررات بجد حقيقيه لخروج الشباب في 25 يناير. على اي حال هذه الروايه تستحق ان تقرا، تستحق ان تنتقد. الحاجه الاخيره وده عتاب على المهندس صابر، على دار سينيور، على صديقي العزيز الاستاذ علي الشاعر كبير علي فاروق، لما يبقوا الثلاثه دول متجمعين في عمل يعني صعب يبقى فيه اخطاء مطبعيه. ما تقدرش يكون كتير. يعني دول انتوا ثلاثه يعني دي اخطاء مطبعيه، ولا اسمحوا لي استخدم تعبير مطبعي. هي اخطاء مطبعيه، ف يعني اخطاء لا تصح، وارجو في الطبعه الثانيه ان شاء الله تبقى تصح. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني التقنيات والمعاهدات دائما الاراء تختلف دائما.